السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكون معاكم في أقوى كورس للغة الإنجليزية إن شاء الله بإذن الله for kids من 4 سنوات لسن 10 سنوات. هناخده فيه the branches of English language. The first branch we will take phonics with my lovely characters Inky Mouse and so many characters you will love it. The second branch is the conversation. We will talk about many topics like my family, at home, my healthy food. All of this we will talk about in the course. What else? We will talk about many topics with grammar, with the principles of grammar. معانا ان شاء الله باذن الله ابنك هيتاسس في اللغه الانجليزيه مش بس في الفونكس، لا هياخد معانا الفونكس اللي هيأهله للقراءه والكتابه، وهياخد معانا how to make a sentence in a simple way، يعني ازاي يكون جمله وتكون الجمله دي مفيده with the correct grammar. هياخد فيها ال correct grammar in a simple way. مع هنتكلم عن مواضيع كتير تهم الأطفال من سن KG1, KG2, Junior 1, Junior 2. كل التوبكس اللي عندهم في المناهج بتاعتهم هنتكلم عليها من خلال الكورس الجنرال English. هيكون معيكم This is Mai Mustafa. I am an English teacher, trainer of Jolly and Oxford Phonics, instructor at the British International Academy. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه نجاح. النهارده الحلقه مميزه جدا، مختلفه جدا، فيها ابطال صغيرين. لاول مره بيقعد على كرسي حكايه نجاح اطفال صغيره، بس هم حكايات نجاح احلى من حكايتي ومن حكايه الماس ومن حكايه كل الناس اللي في الاستوديو. انا فرحانه جدا بيهم، كل القناه مبسوطه بيهم، ويعني بجد بجد انا بتمنى ان الحلقه تكون حلوه. بتمنى كل مامي بتتفرج علينا تعبت وجت من اسكندريه لحد هنا بالولاد، وبجد بشكركم، انتوا ابطال تانيين. النهارده ان شاء الله هنتعلم يعني ايه انجليش. ملناش دعوه بالانجليش اللي احنا اتعلمناه خالص، يعني نسيبه ونركنه على جنب عشان ده طلع غلط خالص. يعني ابسط حاجه هوريها لكم دلوقتي، انا وياسين اصغر واحد في الاستوديو واحنا بنقرا مع بعض وانا مش عارفه وهو عارف. رحبوا النهارده معايا بضيوفي، ورحبوا مع البطله الكبيره المايسترو بتاعت الموضوع، هي اللي عامله كل الشغل وكل الشو اللي انتوا هتشوفوه النهارده، مس مي مصطفى. اهلا وسهلا، عامله ايه؟ خليكي الحمد لله، منوراني. ربنا يخليكي، ده نور كده. مس مي مصطفى، انت مدرسه لغه انجليزيه ومدرب معتمد، تمام؟ تمام، خريجه تربيه قسم لغه انجليزيه دفعه 2011. انت دارسه اصلا؟ انا تربيه قسم انجلش. حلو قوي. واخدت تدريب معتمد الجولي ان اوكسفورد فونكس. احنا المفروض البرنش الاصلي اللي احنا دارسينه في الكليه اللي هو الفوناتكس. طبعا الفوناتكس كعلم، علم الصوتيات، ده علم كبير جدا، بس احنا حاولنا نعمل سامبليفاي للموضوع للولاد الصغيرين. ترجم لنا كده بقى كل كلمه بتقولها. حاولنا ان احنا ناخد عشان الناس الجهله زي حالتي خالص. لا خالص والله. هي الفكره ان احنا كنا زمان لما بنيجي ندرس للاولاد الكلمات كنا بنقول لهم ايه، ابل تفاحه، بي بنانا، موزه، ونبدا نترجم والف وب وكل الحاجات. دلوقتي بدا العلم يتطور وبدانا نعرف الولاد what's the difference between the name of the letter with the sound of the letter. يعني احنا بنقول لهم ان انا عندي اسم للحرف ده، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش احنا مثلا عندنا ليلى، دلعك ايه في البيت؟ ليلو مثلا، تمام، بايسان، بيسو كده. يعني احنا بنحاول ندلع الاسم. نفس الكلام الليدر عندي لي نيم، النيم بتاعه اللي هو اسمه A P C. اوكي، ده العادي بتاع ده العادي A B C اللي انا حافظاهم. ده العادي اللي احنا بنحفظه في ده، مش ده الاساسي. لا، دي النيم اوف ذا ليدر. الاساس بقى عندي عشان ابني يعرف يقرا لازم يدرس الفونكس اللي احنا طبعا ابتديناه. العلم ده ابتدى بقاله فتره طويله وبدا يبقى ليه تكنيكس معينه بيتدرس بيها، فده اللي احنا بنسعى عليه. الفونكس بيتدرس للاطفال من هم عندهم 4 سنين. 4 سنين؟ اربع سنين يقدر ياخد الساونس كلها، يبدا يقرا. يعني بسم الله ما شاء الله. طب انا مش قادره اكدبك ولا اقول لك حاجه لان احنا معانا السن ده فعليا يعني وبيقرا. ياسين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يحفظه يعني. امين يا رب.
يلا ياسين introduce yourself. استنى بس وريهم بس شكلك كده ياسين، عرفني بنفسك قولي انت مين. يلا ها I am ياسين. عندك كم سنة؟ I am 5. 5 بحلو. طب بصيلي كده طبعا ياسين مكشر من قبل الهواء، مش عارف بنحاول نفكه بس لا يعني لا كيوت خالص. وريني الضحكة الحلوة قبل ما تقول. يلا وري طنط الضحكة. قال لها I will ايه ها صوت عادي بقى. يلا انت هتعمل ايه؟ وري الناس بس كده الورقة. ورينا يلا هنعمل ايه دلوقتي قطعة الفونكس بتاعته. بس يلا اوكي طيب هتقول ايه؟ I will ايه بصوت عادي بقى سينو. يلا ها I will لا I will الأول I will talk about phonics. Excellent. I will talk about phonics. يلا ياسين ها. When I can see a van. Excellent. The cat is in the van. Bravo. The cat had a nap in the van. عايزة بس أفهمهم حاجة هات الورقة. هو مش حافظ. لا هو مش الكلام. حافظ هو بيقرا. هو بيقرا الكلام يعني الكلام ده الكلام ده بيقرأ. هو بيقرا. قولي كده ياسين ايه الكلمه دي؟ قول قول يلا. اي ها كان برافو سي اكسلنت ايه ها فان تمام فين ها ذا هو بيقرا هو مش حافظ. لا بسم الله ما شاء الله هو بياخد الساوند وبيبدا يشبك الساوندز مع بعض ويقراها. انت قلنا عنده كام سنة؟ 4 سنين ونص. 4 سنين ونص ما كملش الخمسة. لا لا ما شاء الله لسه يعني 4 سنين ونص. هو بقاله قد ايه كده معاكي؟ بصي هو ياسين المفروض اخد معايا الفيرست ستيج اللي هو الجولي فونكس. الجولي فونكس مع الكاركترز الحلوين بقى بتوعنا اللي هم سبوتي سنيك والبيزي بي والانكي ماوس. دول ابطال الحدوتة بتاعتي. دول الادوات. دول الادوات. دول بقى عن طريقهم الولاد بدأوا يحبوا الساونز، لأن احنا بنقول الساونز عن طريق ستوريز. احنا مش باجي اقول له الاي مثلا بتنطق ا الاس بتنطق. أيوة ده اللي حصل قبل الهوا ان انا بقول له قولي قولي ايه 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 الحرف ده يا ياسين؟ قول يا طنط برافو اللي هنا ها ده ايه ده ايه الحرف ده؟ برافو ت بيقول ت احنا بنقول تي لا هو بيقول الساوند. فانا لما بقول له عادي باعتبار ان هو هيكون عارف الحروف لقيته بيقول لي لا ايه الكلام ده يا جماعه ايه العلم ده؟ ده الساوند بقى. ان احنا كمان مش بديهم الساوند اللي انا باجي اقول لهم تعالوا انا هقول لكم النهارده الساوند قولوا ورايا. لا انا بخلي الكاركترز بتوعنا هم اللي بيحكوا. يعني مثلا اول حاجه البيزي بي بتبقى ايه؟ She's very sad. She's crying. Why are you crying? ببدا اسالها انت بتعيطي ليه؟ I'm lost. I can't find my house. فيجي بقى طول الكلاس talking English. بنتكلم انجلش بس. هو الاحسن طبعا ان انا بحاول على قد ما اقدر اني اقلل من العربي خالص. ليه؟ لان التعريف في الانجلش ما بيتفتش. ده بيعمل يعني انت عندك لغتين، هل في مدرسه لغه عربيه بتتكلم انجلش دخل الانجلش مع العربي بتاعها؟ طبعا اكيد لا. نفس الكلام المفروض في الانجلش، بس طبعا احنا بنحاول ندي الاول عشان بيبقوا لسه صغيرين ندي الاوردرز بالعربي، نحاول نترجم شويه عشان يبقى في برده عنصر الاتراكتيف يبقى كنت قلت لنا برده ان مش فكره ان ما ينفعش ان انا مثلا اقول له ترابيزه كذا. لا لا هو المفروض ان انا ابني يكون اوريدي عنده الوعي الكامل بالمعاني العربي عارف الاول ان ده كرسي وده ترابيزه وده فستان ودي ماما وبعدين انا بقى اتكلم انجلش كامل. ده الصح طبعاً. لكن اللي بيحصل ان برضو الامهات من اول ما البيبي يتولد كده نو كده مش عارفه ايه ده مش إيه صح إيه فين الباك بتاعتك إيه روح التشو الكلام ده غلط ده مش صح لا طبعا لان ده ازدواجيه لغه. انت بتدخلي العربي مع الانجليش انت بتعلمي الطفل هو مش عارف هو بيتكلم انجليش وبيتكلم عربي. يعني مثلا اول 3 سنين علمه عربي بس 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 ولما يتقن العربي قوي. انا بيجي لي ولاد 4 سنين لسه العربي مش قوي ما باخدهمش في الانجليش. بعتذر لمامتهم اقول لها ثبتي العربي الاول لان العربي الاصعب وبعدين ادي الانجليش هياخد الانجليش بالنسبه لك هيبقى الموضوع اسهل كتير. حلو جدا تمام. معانا بقى محضرين ايه تاني عندي بعد كده بقى احنا بنتكلم عن الفور سكيلز اوف انجليش لانجويج في الدبلومه بتاعتنا. الفور سكيلز دول عباره عن ايه؟ الاربع مهارات اللي لازم يبقوا عند الطفل عشان يبدا يكتسب لغه. اول حاجه كانت الريدنج. وطبعا الريدنج احنا اختصرناه في الفونكس. من اول ما بيبتدي يجي لي الطفل 4 سنين ببدا اديله الفونكس اعرفه على الساونس عشان يبدا يقرا الكلام اللي هو قدامه. يعني انا ابني في سن 4 سنين 5 سنين ممكن يكون بيعرف يقرا وده طبعاً. تمام جدا طبعا طبعا ما شاء الله. عندنا ناس في الكليه مش بتعرف ما هي دي برده طبعا احنا بنحاول. يعني انا اصلا اول ما اتخرجت كنت شغاله مع الناس اللي هم الجرادويتد لقيت نفسي اصلا
انت بتعملي ايه اللي هو انت بتعملي ايه؟ انت بتضيعي وقت مع الناس اوريدي، انت عشان تغيري مفاهيمهم عايزه الاف السنين. بالظبط. يعني انا ممكن اقعد مع ياسين في ظرف شهر اخليه يعرف يقرا، لو جاي لي حد كبير وعايز يبتدي يقرا انت ممكن تقعدي معاه 3 4 شهور عشان تغيري اللي عنده. ده حقيقي. فهمتي قصدي؟ اه. عندي بعد كده اللي هي الفيرست سكيل، احنا اخذنا الريدنج، والريدنج ده احنا اختصرناه في الفونكس. ده بالنسبه لنا من اصعب المراحل. يعني يعتبر من اصعب المراحل اللي هي بقى خلاص، بس طالما عرف يقرا خلاص انسي، مفيش حاجه بعد كده هتبقى بالنسبه له صعبه. تمام. المرحله اللي بعد كده مرحله الرايتنج. الرايتنج انا بتبدا معايا من السن مثلا 5 سنين، بس الرايتنج بالنسبه لخمس سنين ببدا اكتبه برده شورت، يعني ووردز صغيره كات. ايوه اللي هي مثلا اللي هو الاكسفورد فونكس اللي هو بيبدا يكون مثلا 3 ساوندز يدوني كلمه. تمام. عندي بعد كده بقى الجزء بتاع الرايتنج، وده بيبقى في مشكله الامهات في المدارس، تيجي تقول لي بنتي مش بتعرف تكون كلمتين على بعض. ده حقيقي. بنتي عندها مشكله في الرايتنج، اقول لها ما تحفظيش رايتنج، بنتك تقدر تقرا كومبريهنشن لوحدها، بنتك تقدر تعمل سنتنس كده، هي عرفت خلاص الديفايدد سنتنس بتاعتها، فهي اوريدي بتعرف انت تكون سنتنس وخلاص بقى. طبعاً. انا مش محتاج في ثانويه عامه اخد درس انجليش، يعني انا اوريدي فاهم. انا بقول لحضرتك ميراي، يلا يا ميراي ابداي عرفي نفسك. بس عرفونا كده. اوبس لسه فستان وقمر. ازاي اسمك ايه؟ I am Mirai. I am 8 years old. I have a small family. My mother is an engineer. My father is a lawyer. I have a one sister. I love my family. هي اي لاف يو. هي كده بدات تعرف الفاميلي بتاعتها، بدات تعمل شورت باراجراف اباوت هير سيلف. هي بدات تعرف نفسها في شورت باراجراف صغير للناس، ان هي عرفت اسمها وسنها، هي عارفه مين وبابا مين. اه طبعا. بدات تعرف الجاب بتاعت باباها والجاب بتاعت مامتها، وبدات تقول بتقول لك الفاميلي ممبرز بتاعتهم. وده احنا بناخد التوبكس دي في يعني حاجات بقى ايه، انيميشن، سونجز، ستوريز، باي سين. لا 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 عشان تري لا نفسنا. بس اصلا انتوا هتشوفوهم دلوقتي كلهم زي القمر، لابسين حاجات حلوه وحاطين روج. ايوه. لا طب احطي لي النهارده بس عشان الحلقه يعني هنعديها وزي القمر كلكم ما شاء الله. بس الجزئيه بقى بنكمل بقيه الجرامر بتاع الباراجراف بالجرامر بقى. الجرامر في السن ده؟ انا عايزه اقول لك بكرهه جدا. بقى ليندا وهي بتشرح الجرامر، هي عامله له ستوري على فكره. يلا يا ليندا. ها. I am Linda. I am 8 years old. I will talk about the grammar. Verb to be. Be is a mother. She has 3 children. Am is or am has one only friend. I am a girl. Is has 3 friends. She, he, it. He is a boy. She is a girl. It is a cat. Or has 3 friends. You, we, they, we are friends. لا نسقف لها. هنا بقى هي انت عارفه يا بنتي القاعده دي انا عرفتها امتى؟ انا عايزه اقول لك هي بتعرض لحضرتك دلوقتي قاعده فيرب تو بي. هي فاهماها. اكزامبل طبعا. هي عطتك اكزامبل ليها، عطتك ازاي استخدم. انا مش بحفظهم قواعد. يعني انا ما بقولهمش تعالوا فيرب تو بي ام ويز ار بعديها فيرب اي. هي اخذت هي حفظت القاعده من خلال زي ستوري كده، قالت لك بي از ا ماذر، دي ام وعندها 3 تشيلدرن اللي هم الام والايز والار. بدات تعرف الام شي هاز اونلي وان فرند، عندها صاحبه واحده بس اللي هي الاي. عطت حضرتك اكزامبل لو تلاحظي ان هي بتقول لك اي ام ا جيرل، يعني عرفتك ان هي استخدمت الام. فهمتني فين في السنتنس، وعرفت السبجكت تحطه فين، الفيرب تحطه فين، كومبلمنت بتاعت الجمله بتاعتها ايه. فهي بدات هم بيفهموا الجرامر مش بيحفظوا الجرامر. احنا قلنا انت عندك كام سنه؟ يلا 8 years old. I am 8 years old. 8 يا جماعه وبتعمل الكلام ده اليوم بصراحه 26 وما بعملش اي حاجه. احنا كده ده السكيلز اوف انجلش لانجويج اللي هي اول حاجه كانت الريدنج، بعد كده الرايتنج اللي استخدمنا معاها الباراجراف والجرامر. تمام. بعد كده بقى اللسننج، واحنا دايما اقول لاولادي دي الستيب اللي بعدها. اللسننج المفروض مثلا لو ياسين خلص اول مرحله وتاني مرحله وتالت مرحله ندخل على طول عليها. لو الطفل معاكي شغال، يعني مثلا عندي مثلا حور ما شاء الله اللهم بارك عندها 4 سنين، اللسننج بتاعها والسبيكنج بتاعها تحفه، عسل حور. فهمتي قصدي؟ فانا ليه اوقف معاها؟ لكن انا لما بيجي لي طفل يا دوبك اخد فونكس بثبت معاه الفونكس، يعني اتاكد قوي ان الفونكس عنده ثبت بيقرا كويس.
طالما ثبتت الفونكس عنده خلاص تمام ادي سنتنس بقى. السن مش هيفرق يعني؟ السن ما بيفرقش، لكن استيعاب الطفل يعني ما ينفعش مثلا حد لسه 4 سنين واجي اديله مثلا باراجراف قد كده واقول له تعالى اقراه، ما انا مش هعقده. تمام. لكن انا بمشي على حسب سنه بالمحتوى اللي يناسبه. فهمت قصدي؟ فهمتك. تمام. طيب ايه مين عندي بقى بعد كده الليسننج اللي هو is the most important skill صح كده؟ وانه when I listen well I will speak very well. عندي بقى هتغني سامبل سونج على فكره ليلى مدارس فرنش اول سنه، دي المفاجاه. يعني اول سنه هي ما خدتش انجلش خالص ولا اخدت انجلش في المدرسه اصلا، اول مره تاخد انجلش. هي اتعلمت عشان تطلع معانا يا جماعه. أيوة. عشان تعرفوا بس احنا بنعمل ايه في البلد، احنا بنعلم. أيوة. الولاد. اقول لك يلا يا ليلى انتروديوس يور سيلف، قولي لي اسمك وقولي لي انت مين كده عشان نشوفوكي في الكاميرا حلوه ازاي. تمام. يلا يلا امسكي المايك وتكلمي. المايك الحلو بتاعك كده يلا وريني بقى. يلا. ها. I am Layla. I am 9 years old. I will sing a song. يلا. ها. Sunday, Monday, Tuesday go. Wednesday, Thursday say hello. Friday, Saturday we at home. Seven days are in the week. دي اول مره ليلى ان هي اصلا تتكلم انجلش. انا نفسي ابهرتني. قد ايه خدت وقت؟ قد ايه اخدنا؟ اقل من 3 اسابيع على فكره. ليلى من الناس الاونلاين معايا، ما خدتش معايا حضور خالص. هي يعني هي فرنش وخدت اونلاين 3 اسابيع. هي وصلت ان هي حافظه. انت فاهمه طبعا معنى الكلام اللي قلتيه ده صح؟ طبعا. يعني ايه طب اللي قلتيه ده؟ days of the week. ها قولي. هي بتتكلم. قولي يا ليلى. بصي احنا بنلعب صح؟ احنا متفقين قبل ما ندخل ان احنا داخلين نهزر مع بعض صح؟ هي اتكلمت. يلا قولي لي كده. اتكلمنا عن السفن ايه؟ سفن دي. قولي. انا كنت في الاول بعرف نفسي. بتعرف نفسها. انا اسمي ليلى وعندي 9 سنين. برافو. انت فاهمه معنى الكلام ده بالعربي؟ معناه ايه اللي انت قلتيه صح؟ هي عارفه. انت عارفه كل حاجه صح؟ انت شاطره. عارفه ولا مش عارفه؟ يعني اخر كلمتين مش عارفاهم. هي لسه اللي هي الحاجات اللي هي عايزه اقول لحضرتك ان هي تبقى الاكسنت بتاعها كده وان هي يبقى ما شاء الله ان هي تعمل سونج. انا بصراحه كنت ناويه اقول لها طب تقولي سنتنس، تقولي لا هقول سونج، هقول وهبارك. وفعلا بصراحه ما شاء الله يعني ادائها كمان ما شاء الله جميل جدا. كمان حلو. ايه الحلاوه دي؟ عندي برضو حور واسيل. حور دي بقى يعني دي بقى فاكيتي. معجب بيها وانا مروحه ما شاء الله. واسيل كمان الاكسنت عندها ما شاء الله رائعه. برضو هيغنوا سونج عشان برضو اقول لحضرتك هم الليسننج بداوا يسمعوا سونج من اليوتيوب على فكره. يعني هو يعني هم اصلا لما اتعلموا من اليوتيوب. احنا جبنا السونج انا بختارها وبقول لهم يلا هنتمرن عليها، هنبدا نسمعها كتير جدا. عايزه الاداء يبقى نفس زي ما انتم سامعين، الاكسنت بتاعتكم نفس. دي المرحله رقم 4. دي من النيتف، ان احنا بنبدا نسمع سونج من نيتف سبيكر، يعني حتى مش مني، يعني مش انا اللي بقول السونج من اي حته، من نيتف سبيكر. يعني لازم يكون اللي بيغنيها حد انجلش. تمام. بس اغنيه عاديه. يعني مش لازم الماس هي اللي واقفه فبتقول وانا قرر وراها. لا هي بتسمع سونج وبتبقى عارفه. بصي انا مش مهم عندي المعنى، يعني انا دايما اقول تقولي مش صعبه الاغنيه عليها، اقول لها لا انا مش عايزاها تفهم، انا مش عايزاها تفهم معناها، انا عايزاها تقول صح عشان تاخد. بصي حضرتك بقى تسمعي البرونسيشن بتاعها. يلا يلا يا اسيل. يلا بس استني اسمك ايه انت؟ هي هتعرف نفسها. اسمي بنتي حور. يلا. I am my name is حور. I'm 5 years old. My name is Asil. I'm 7 years old. We will sing a song. يلا. Spring, like all the birds that sing. Spring, like all the flowers that bring. Then happy summer. Time for your life, the children, then and why. Winter is going away, summer is coming astay. Spring, like all the birds that sing. Spring, like
called a flower that bring that happy summer light for your life. To children, man and wife, and happy summer time for your life. To children, man and wife. Spring, spring. شفتي حضرتك الاكسنت بتاعتهم؟ برافو عليكي. هو ده بقى دايما اللي انا بقوله، ان مش مهم المينينج، المهم انهم بيسمعوا الرسم. ما خلصتوش؟ لا تمام، حقكم علينا. احنا ايه نهار ابيض؟ لا لا، هم كانوا كده بيخلصوا. انتوا هتحفزوهاني بعد ما نطلع. هم بقى، وعايزه اقول لحضرتك، شفتي حضرتك الاكسنت بتاعتهم ازاي؟ مظبوطه. ان هو مش مهم عندي زي ما بنسمع يعني. من الاخر اصل احنا مش محترفين، زي ما بسمعها في التلفزيون، زي ما بسمعها من المطرب يعني. شفتي هم عندهم ان هم سمعوا، ثواني بس، تمام، زي ما هم سمعوا صح اتكلموا صح. عشان كده انا دايما حتى اما بدي سونج عندي اقول لهم ما تسمعوش مني انا، خدوا السورس الاصلي بتاعها، خدوا النيتف سبيكرز بتاعتها، فيبدا فعلا يسمعوا صح ويتكلموا يمكن احسن مني كمان. بصي، كان طول عمري في اعتقادي ان القرايه والكتابه دول اصعب مرحله. لا. فواضح ان هم طلعوا اول حاجه خالص. اول حاجه خالص عندي بقى الكونفرسيشن، اللي هي بقى الفور سكيلز بتاعتنا، ان ابدا اعمل ديالوج بين تو، يعني هنا عندي هنا بايسان وفريده هيعملوا مع بعض سامبل كونفرسيشن. يلا يلا يا ايسل، امسكوا بقى المايك كده، استنوا بس اعرفكم عليهم. ايوه. عرفيني كده عليكي الاول. امسكي المايك كده وعرفيني، وريهم الحلاوه. طيب امسكي المايك، امسكي المايك كويس اهو. يلا بينا نيجي بقى في الكاميرا كده وشوفوا القمر. يلا. بس عايزه اقول لكم بس ان بايسان يعني عسل جدا. فريده اللي هتشوفوها يعني سكر. فريده معايا من وهي عندها 4 سنين. احنا دلوقتي بقى لنا كام سنه؟ بقى لنا عندها 7، يعني بقى لها معايا 3 سنين. والله انا مبسوطه ان في امهات اصلا واعيه لكده او مركزه في حاجه زي كده. جدا دلوقتي بقى في وعي جميل جدا بصراحه من اولياء الامور، لانهم بيحضروا معايا. حتى اولياء الامور اللي كانوا بيجوا يقولوا لي ميس مي احنا زعلانين، الانجليش احنا مش بنحبها خالص. انا اقول لهم طب احضروا معايا 2 سيشنز وبعديها ادوني الفيدباك بتاعتكم. هو مسموح ان انا كمامي احضر؟ انا معايا من اول سيشن ومن اول دقيقه انت بتحضري معايا السيشن كامله، بتطلعي على الاقل لما تيجي تعملي ريفايز لابنك في البيت انت اوريدي عارفه الاكسنت الصح، مش هتقولي له كلمه غلط، هتديه التكنيك الصح اللي احنا ماشيين عليه، مش هبقى انا مثلا بقول حاجه حضرتك بتقولي حاجه ثانيه. فده اللي انا بحبه في اولياء الامور، وبيبقوا حريصين جدا على فكره على حضور السيشن اكتر من الولاد كمان، وبيكتبوا ورايا، واللي هو بيطلعوا يعني عندي الجونيور الاكبر. هما بيتعلموا على فكره. ما انا مامي انا بتعلم. الجونيور الاكبر بالنسبه لي جديد. تقول لي مس انا بجد اتعلمت حاجات والله لحد ما تخلصت كليه انا ما كنتش اعرفها. فدي حاجه بتفرحني جدا يعني. ده حقيقي. نسمعهم بقى وبعدين نرجع نعمل بقى الكونفرسيشن. يلا يا بسام. لا وروني القمر. نايس تو ميت يو. يلا اديها المايك. ها انا اللي ببدا. اوكي يلا. احنا مش هنتدخل، مش هندخل في الموضوع. اوكي. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو تو. What's your name? My name is Baisan. What's your name? My name is Farida. How old are you? I am 7 years old. How old are you? I am 7 years old. Goodbye. See you. هنا هم بيأمنوا. هنا هم الاثنين عرضوا زي يعني سامبل دايلوج. المحادثه دي في ثانويه عامه. لا احنا عندنا بقى الكونفرسيشن. ده كان صعب جدا. انا بعلمهم الكونفرسيشن من هم يعني كي جي 2. فريده كي جي 2 فهي اوريدي داخله جونيور 1. صغننين. هم اصلا اكبر حد فيهم. احنا بنتكلم في كام سنه اصلا؟ جونيور 2. كلام فاضي يعني. اكبر حد جونيور 2 او فرنش كمان. وفرنش. ولسه متعلمين، لكن احنا بنتكلم في متوسط العمر ده اللي هو 6 و7 سنين. ده صغير سنين. جدا. وفي من 4 سنين بيعملوا ديالوج معايا على فكره. 4 سنين بيبدا هو واستعابه. لا بيبدا يقول نايس تو مي. يعني عندي بقى الفيديوز الموجوده على اللي هو الويب سايت بتاعي اللي هو انجلش كلاب وذ مي مصطفى. عايزه اقول لك يعني حضرتك لو دخلتي شفتي الفيديوز، انا كل ما اولادي بتوع الاونلاين بينزلوا فيديو واحنا بنشتغله انا بنبهر، اللي هو بجد ما شاء الله مجهود. بس فعلا انا من هنا بحب اشكر كل مامي بجد. طبعا لان الاونلاين شايفينهم بره وتعبانين. لا والاونلاين اصعب كمان من الحضور. الاونلاين احنا بصي الحضور احنا بنبقى حاضرين والولاد قاعده معانا والادوات معانا ولامسينها وشايفينها، انما الاونلاين الزوم بيقربنا من بعض، بشوفهم بيشوفوني بنتفاعل مع بعض. لكن مش زي برده ما هم بيبقوا معايا. طبعا ماما بتبذل مجهود جامد جدا جدا
تلصموا وان هم يبقى قاعده معاهم وبعد ما بنخلص يعملوا الهوم ورك يبعتوا لي على الواتساب ويخلصوا ويعملوا لي فيديوز على الحاجات الفيدباك بقى اللي هم اخذوها عشان اعرف هم جانت للموضوع ده ولا لا. طيب قبل ما كده تعالى يا ياسين تعالى كده في حضني مش ما انا منحزله بقى عشان كانه الولد الوحيد والصغنن تعالى اقعد جنبي يا عسل انت واضحك بقى اضحك يلا اضحك بقى. انا طبعا اكتر واحد منبهره بيه ياسين لانه بيقرا وانا ما كنتش متخيله ان في السن ده ممكن الاقي طفل بيقرا اصلا. ربنا يحفظهم يا رب كلهم. كنت عايزه كمان اسالك على المناهج، انت اللي حطاها ولا المناهج دي منين؟ بصي المناهج احنا بنرتبها لكن انا مش حطاها، يعني الجولي فونكس ده منهج عالمي ما ينفعش ان احنا بنحطه. انا دايما بحب اخد المنهج اللي اوريدي محطوط من نيتف، يعني الجولي فونكس منهج معروف انا بمشي على السيكونس بتاعه، بمشي على ترتيب الليدرز بتاعته زي ما هو موجود. الاكسفورد فونكس برضو ده منهج عالمي بيدرس بره وبيدرس في المدارس وكده، لكن انا برضو بديلهم السيكونس بتاعه بطريقتي بقى، يعني انا باخد المنهج المحطوط وابدا انا اشرح بالطريقه بتاعتي. تمام. طب انا المنهج ده بيجي لي ازاي كماما؟ احنا بنبقى عندنا مناهج مطبوعه بتبقى باسمي وبتوصل لولي الامر عن طريق الشحن لو هو بيبقى بره مصر، او لو جوه مصر لينا مكان معين السنتر بتاعنا، بشتغل في اكتر من مكان في اسكندريه، لينا اكتر من سنتر يعني الحمد لله في كذا مكان، في سموحه وفي الاقبال وفي سيدي بشترام، في اكتر من مكان يعني اللهم لك الحمد ربنا يا رب اللهم عوده يا رب يعني اكتر يا رب يعني لا اللهم عوده ان احنا نرجع على شغلنا والله ونخلص من الفيروس على خير. امين يا رب. فربنا المستعان يا رب يا رب الله. امين. طيب ده بالنسبه للمناهج، هو بيفرق لو انا هدخل ابني امريكان او انترناشونال مش عارفه بريتش ولا بتاع، ولا انا لما بجي لك لازم اقول لك، ولا دي حاجه طبعاً مش هتفرق معايا؟ اقول لحضرتك حاجه، لو امريكان طبعا بيبقى الاكسنت مختلف. يعني ايه الفرق عامه ما بين امريكان وبريتش؟ ناس كتير احنا بقينا بنسمع تقول لي لا ده نطقها امريكان، لا ده النطق ده بريتش، لا الكلمه دي امريكان، لا الكلمه دي بريتش. زي مثلا الاختلاف لما اجي اقول مثلا ايه بايك بايسكل، هما الاثنين عجله بس اللهجه ان بالبلدي دي يعني. ايوه بايسكل زي ما احنا عندنا في القاهره واسكندريه نقول مثلا عندنا في اسكندريه بنقول جومه او استيكا، هنا بنقول استيكا جومه هي جومه طماطم قوطه اللي هو الحاجات اللي اللهجة. هي اللكنات او اللهجات. نفس الكلام في الانجليش، الامريكان ليه نطق معين، ليه طريقه نطق معين والساوندز بتاعتها شويه مختلفه. البريتش لا ليه برضو طريقه معينه، دي كلمات شويه مختصه بيه. الامريكان اسهل حب بس ده نظام تعليم ده نظام. طب انا ايه الافضل بالنسبه لي، ادخل ابني بريتش ولا امريكان؟ والله بصي انا مي بميل للبريتش اكتر، ما اعرفش يعني يمكن عشان هي دراستي الام وعلى اي ويمكن عشان هي كمان دراستي وعشان هي انا يعني كليه عندنا التربيه احنا كنا بندرس يعني نوفل ودراما وحاجات كتير بس كنا بندرس طبعا باللغه الاساسيه البريتش. الامريكان بناخده كورسز نحسن طبعا اللغه بتاعتنا اكتر بس انا مش عارفه بميل للبريتش اكتر. انت بتميلي البريتش بس بيفرق في الجرامر يعني بيفرق في القواعد؟ الجرامر واحد يعني في ودلوقتي شويه بقى ذا الامريكان بياخد جرامر جديد حبه لكن الجرامر الاساس البريتش الاساسي. هو كان الديفرنس الاكتر في الـ في البرونسيشن طريقه النطق لكن هو الامريكان اسهل بقى اصلا ولا البريتش؟ الامريكان اسهل طبعا اسهل وبقى منتشر اكتر. يعني ده اللي بقى متعرف عليه. السامبل بتاع الانجليش الامريكان التسهيل هو بتاع الموضوع اللغه. تمام. استني بس عايزاهم يفتنوا عليكي. قولوا لي بقى ميس مي عامله معاكم ايه؟ بتغلس عليكم جامد؟ لا مش اي مش مصدقاكم مش مصدقاكم خالص. امسكي المايك وقولي لي كده افتني عليها قولي دي بنعلمهم عدد غلط. دي ميس مي ميس مي معلمانا كده يعني عشان كده احنا فرحانين بيها جدا. انت بتحبيها يعني؟ بحبها قوي. بس اصل احنا خلاص قلنا بقى هنوقف لحد كده وانت كبرتي وخلصتي فخلاص بقى. لا انا لسه ما كبرتش لسه فاضل طويل لسه كتير كتير جدا. على فكره ده بيفرق جدا. احنا كنا بنكره الانجليش عشان المدرس مش لطيف. بصي عايزه اقول لك انا ساعات والله بعيط من المسجز اللي بتجيلي على الواتساب اللي هو مس مي وحشتينا جدا، احنا بنشوفك في الاونلاين لكن احنا نفسنا نرجع. عايزه اقول لك حوار عيد الام لما اتلغى كل اولياء الامور كلموني والله بقى يتصلوا بيا طب استنينا بس عند البيت عند حضرتك نديكي بس الولاد جايبين لحضرتك حاجه صغيره. يا جماعه والله ابدا لا لا عشان خاطرنا احنا كنا مستنيين نعمل احنا بنتكلم مع ميس برايفت بره يعني انا بروح لها مش ميس في المدرسه لا 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 خالص والعلاقه كده
يعني او علاقتي بأولياء الامور كمان كلهم اصحابي بحبهم جدا. على فكره اللي جنبك ما فتنوش عليكي تعمل معاكم ايه؟ قولوا قولوا ما تخافوش انتوا هنا في موضع قوه. بجد؟ طب انتوا بتستنوا يعني الكلاس بتاعها او الحصه ولا بتتخانقوا يعني الموضوع بيبقى ممل؟ اه لا هي مش معايا في نفس المدرسه، بتقول لحضرتك هي مش معايا في نفس المدرسه، دي اهم حاجه. تمام. وانت وانت انت قاعده ساكته ينفع كده؟ اه لاندا اونلاين. لاندا اصلا من القاهره. لذيذ الاونلاين؟ اه. ايه رايك في الاونلاين؟ حلو. اه ايوه. بتستفيدي حاجه يعني؟ بجد؟ وانت يا عم انت يا عم انت. اه ياسين برضو اخد معايا اونلاين. بجد؟ والله والله ياسين ما حضرش معايا حضور خالص. انا مش عايزه احسدهم والله. والله ياسين فعلا ما حضرش. ياسين وليندا، ليندا من القاهره اصلا، تاخد معايا اونلاين بس. ياسين اتعرفت عليه اول ما فتحت الحجز بتاع الكورسز بتاعت الفونكس، مامته قدمت له. عايزه اقول لك احنا قعدنا مع ياسين الفتره اللي هي الثلاث شهور الاولانيه دي من اول ما حصل يعني نص اتنين. طب حلو جدا. اه وبعدين هي مامته في محرم بيه فاوريدي المسافه كانت بعيده، بدا قبليها معايا بشهر بس. طيب انا بس عايزه انوه على حاجه، احنا الدبلومه اللي احنا بنتكلم عنها دي 12 مستوى، 12 لعبة. كل مستوى أوه. بياخد 3 شهور وهي معتمده. أوه يعني معتمدة. انا باخد منك شهاده معتمده ان انا كنت في الدبلومه دي. تمام. الاكاديميه البريطانيه لتعليم اللغات، انا انستراكتور في الاكاديميه البريطانيه لتعليم اللغات. لان انت اوريدي معتمده. انا معتمده، فانا بناء عليه باخد منك الموضوع. معتمده. والاطفال لو الام بتطلب شهاده معتمده ان هو خلص ليفل كذا، بيطلع لها شهاده معتمده ان الطفل اجتاز الفتره الاولانيه ان هي ليفل 1 ليفل 2 على حسب الليفل اللي هو بيخلصه معايا. انا مبسوطه قوي ان انتوا كنتوا معايا النهارده، مبسوطه جدا. اضحكي. يعني هتيجوا تاني؟ طبعا. هتيجي تاني؟ هم كانوا فرحانين جدا بالرغم من الظروف اللي احنا فيها، لقيتهم حتى امهاتهم كمان بتكلموا ما شاء الله. بجد حتى مامتهم قالت خلاص احنا معاكي، احنا طالعين احنا معاكي. كل يوم انا موافقه. كل يوم ونطلع كل يوم انا موافقه. انتوا اللي هتبقوا معاكيني بعدين. بصوا احنا مش احنا عنيكي كل يوم، مش عايزين نعيد بقى نفس الكلام بقى. لا 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 هنقول بقى حاجات تانية. احفظ ونيجي. خلاص اتفقنا. انا مبسوطه قوي ان انتوا كنتوا معايا، مبسوطه بيك خالص وانا بحبك خالص. نورتوني ميس مي، تعبناكي. حضرتك لا بجد والله، بجد والله انت فخر لاي حد بامانه، وامهاتكم ربنا يخليها لكم. وهنروح فاصل صغير جدا ونرجع مع فقره مهمه جدا، بس انا متاكده ان انتوا اتبسطتوا معانا زي ما انا كنت مبسوطه بالظبط. شكرا ليكي. شاوروا شاوروا الكاميرا كلكم 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 كلكم. Thank you.